الله يعطيك العافية إخوانا، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد. يا إخوان طبعا هذا بدكم تباركوا لي أول شيء، هذا تلفون جديد، عرفتوا كيف يا إخوان؟ طبعا بالدعم القناة الثانية غير تاج الملوك، طبعا هذيك القناة الثانية للرجال فقط يعني بدون ما حدا يزعل يعني، عرفتوا كيف؟ إن شاء الله بس راح تكون هذيك القناة غير إن شاء الله رب العالمين، بس بدنا همتكم يا شباب تنوصلها للألف عشان اللايف. طبعا يا اخوان صدنا مزهور احمر بديل ابيض، طبعا اخوي صاده ومع صوروا بعشر دقائق وراحت الصوره كمان، فخلينا نشوف كيف الحمام هيك يعني طلع هيك يا اخوان. هذا التلفون تصويره بدون زوم، اه والله هذا بدون زوم حمام شاد على العالي هيك، يعني لو اعمل زوم بجيبها بحضن التلفون. طبعا يا اخوان طلعنا فراخ جديدة على السطح، خلينا نشوفها. طبعا هذول النوريات جداد، المزهورات، برابسة، كلنا هذول جداد يا اخوان، كله جديد هون، اغلبيته ثلاث ارباع جداد هون يا اخوان. فراخ ان شاء الله طلعناهن، في كمان فراخ حطيناهن على التنشير هون، هاي شايفين هاي مصري احمر، هاي في مصري احمر، هذا مصري احمر الصيد حبيبه لصاحبه، خلي صاحبه يتذكره يشوفه كيف، هاي المصري احمر، وهي المزهور كمان خلي صاحبه يشوفه، حبيب قلبي الكشميري. طبعا يا اخوان هاي الطيره الجوز من عند ابو يوسف اللي اخذتهن عرسيات، اخذها الاسود لحاله يا اخوان قسما بالله تلقائي، انا ما حطيته عليه اخذ لحاله. طبعا هذا فرخ نور جديد يا اخوان، هذا فرخ نور جديد، وهذا فرخ نور جديد، يعني عندنا كرش وهذا نور القراقطه جديد، يعني في عندنا وهذول المصري الاحمر هذا جديد، والسنفور هذا كمان تحت جديد يا اخوان، في عندنا كرش يعني الحمد لله. اخ الحمام حطت على راسي يا اخوان، في عندنا كرش كثير الحمد لله رب العالمين. طبعا هاي في هون فراخ تحتيها الحمد لله رب العالمين، هاي شايفين يا اخوان، هاي فرخ كمان مع ابوه طالع، يهود المقدسيات السود هذول بطن الطيره، وهون لا في فرخ طلعته، في هون برابس حمر هيهم كمان شايفينها، في هون كمان اتكال جسود، هذول ما بعرف شو صار تحتيهم، خابر انا اخر شيء تحتيهم بيض، مش عارف زياد رفوس لابس ابيض يعني، وهذا الحوت تحتيهن فرخين يا اخوان، هاي شايفين، هاي شايفين يا اخوان في تحتيهن فرخين شايفينهم، صلاة على النبي. وهذول الفراخ تعودهن سبحان الله زياته زي التكالجي بس بدون رفع يا اخوان، طلعهم هاي ابونا وامهن، هذول هون في كمان تحتيهن فراخ المسار والحمر، يعني يمكن مسار الحمر كمان بطن وخلاص رايح اكتفي منها، اسحب قرباشة، طيب قرباش طبعا خلي صاحبي يتمتع عينه عليه، هاي شايفين، وهذا الزاجل تبعي يا اخوان جبت له طيرة قويتي هذا، بس بيضل يدور وبيبات برا صاير، حكينا خلينا نجيب له طيرة، شايفين كيف، وعندي هون كمان اللهم صل على النبي النوريات، طبعا كله تحتيه بيض وفراخ صغار، هاي في بيض مفقس هون شايفين، هاي على الارض في يعني في شيء غير، هذول الزرازير بيضات كنهن جديد، في فرخ هذا جديد كمان نوري احمر، يعني طالعات فراخ يعني حلوات بالفراخ، وعندنا بيض وعندنا الطاره هاي كمان، هاي عملناها جديد طبعا يا اخوان، هاي الطاره هيك حتكون، طبعا احنا ما بنعرف نحطها على الارض، انا بحطها على العالي بضرب الطير من بعد، طبعا يا اخوان يعني الوضع مش متحمل يعني صراحه، يعني الحرب ولا عندي، هاي عند هذول البرابسه طبعا السود، عند البواز الحمر ما بعرف بابط ولا لا،
هذول الجوز اللي هنا ملغومات الفوم عندي براس الصفر. يعني نجرب التليفون الجديد يا اخوان، هنمشي نجرب التليفون الجديد كيف البواز هذا الفحل مع بنته شكله. اخوي مطرب طبعا يا اخوان الفراخ انا كارش انكرش بس مش مجرودات. مجرودات يكون الحمام مع القوية تنطلع هاي المجرود. طبعا يا اخوان بدي منكم شغلة كمان، بدي تعطوني اسم لقناة جديدة، انا نسيت احكيها باول الفيديو. بدي اسم للقناة الجديدة طبعا. هاي في هون حمام بدها بروق، هون كمان حمام بدها بروق يا اخوان. هذول نوريات دبابنة بدهن بروق. هذول كلهم بدهن بروق يا اخوان، بس انا مأخرني شوي مبكر على البروق. هاي شايفين اخوان، بس بدنا همتكم على القناة الجديدة ان شاء الله، لا تقصروا فيها اي شيء اخوان. هي هي الله اكبر والعزة لله سبح الله في رب. والله من السامع صوت الاذان. طبعا يا اخوان لا تنسونا باسم القناة الجديدة، اعطونا اسم حلو يا اخوان. شو بتحكوا قاعدين انتو؟ خليني بحالي؟ ماشي يا ابو جهاد تكرم. هاي الطارة شايفين يا اخوان؟ طبعا هاي الطارة هيك بحطها الطير، يعني بطيله يعني لعند الخم هذاك عندي عادي. شايفين كيف؟ بمسكها هيك بإيدتين، طبعا بركز على الطير بضرب فيها. واحسن من العب واحسن من الهاي، خلاص العب للطير المستعجل.